سلامة، حبيت اليوم نحكي على موضوع مهم جدا جدا جدا. هو الناس اللي يسوقوا السيارات بأنواعها الثقيلة والخفيفة، نحس عندهم معناها يعني كأنهم مسلمين في رواحهم. علاش احنا اليوم نشوف انا نجم نعمل لها كاليفيكاسيون ونقول ان الناس هذوما مسلمين في رواحهم؟ وقت اللي نتلفت يمين ولا يسار نشوف شخص، سوى رجل سوى امراه، يا اما شاد التليفون في وضنه في اللوتوروت ولا في نهج والا في اي مكان كان، يا اما التليفون في وضنه، يا اما ليكوتور والتليفون يتفرج عليه. لبير انه ساعات يتفرج حتى توقف بحذاه، ساعات لفت عليه تلقاه يتصور فيسبوك يكونكتي ويبعث في ميساجات. اوكي انت يا اخي مسلم في روحك، انت حر، ولو انه معناه ربي كعطانا انفخ فينا الروح وحطنا في جسد وروح في هالدنيا، على الاقل نستحفظ على روحنا ولا تلقوا بانفسكم الى التهلكه. ثانيا سمحني، الناس اللي معاك نبدا معايا اولادي، نبدا مفجوعه خايفه من عرش شكون اللي باش يرجع ليا. علاش انت اللي تسوق، عندك امك انت سوى راجل سوى امراه، عندك مرتك، عندك صغارك، عندك الناس اللي يحبوك، ثم زيد الناس اللي تنجم تعرض لهم حياتهم للخطر. ومش الناس الكل تبارك الله عندها غفلكس انت ترجع ليها وهي تنجم تريق روحها وتهرب. علاش ولينا التليفون لا يزي كان نقول لكم معناها تعرفوها يمكن المعلومه هذه، من الاسباب الثانيه للطلاق في تونس الفيسبوك، معناها التليفون اللي يخرب العلاقات وبعد الناس على بعضهم. التليفون اللي يخليك باش تفقد حياتك انت غدوه، التليفون. علاش نضروا رواحنا ونضروا غيرنا؟ احكي في التليفون كيما تحب، اوقف على جنب الكياس وتكلم كيما تحب، اما بربي ما عادش تخليونا نعيش الرعب هذا. انا كل يوم نترعب على 3 4 5 كراهب، نشوف 3 4 قاعدين شادين التليفون ويتكلموا والا ويتكلموا ما يهموش، والا يدبل عليك وهو يتكلم في التليفون، ولا يبدا يجري في اللوتوروت طاير وتقول تيان شبي يعمل هكا، تلف الطاقة يتكلم في التليفون. يا أخي ارحموا نفسكم، ارحموا عائلاتكم، وارحموا الناس اللي تسوقوا معاكم، لا تعرضوا رواحكم ولا غيركم للخطر. هذا مساج راكم تعرفوه، تبارك الله عليكم واعين مصلي على النبي. أما أنا تلمو قعدت في قلبي الحكاية هذه، بربي نقصوا. أنا أخي أنا ما نتكلمش، نتكلم عندي بلوتوث، نحط بلوتوث وما نجاوب الا لا قدر الله كلمني كراش صغاري والا اي شيء اخر. خليفك ما نهزش، ما دامني نسوق ما نهزش. احميوا رواحكم واحميوا غيركم، هذا اللي نقوله من فضلكم. شوفوا البعد الانساني اللي انا حبيت نقوله، ما عنده حتى داعي، معناها ما عنده حتى هدف اخر غير اني ندعوكم بكل لطف انكم تسيسوا رواحكم وتسيسونا ونسيسوا بعضنا الناس الكل. وشكرا.